الإنسانية هي العطاء، فإن وهبك الله إنسانيتك كاملة فستعطي كل ما تملك. هكذا حال الطبيب حسام، فرضت عليه إنسانيته أن يمضي عيده في عيادته الخاصة بين المرضى، خاصة منهم المصابين بفيروس كورونا الذين لم تتسع لهم حتى المستشفيات العمومية. جاتنا المبادرة هذه تاع نفتحوا العيادة بيوم العيد، يعني العشية تاع العيد، خاطرش كاين ضغط كبير، المواطنين يعانيوا بزاف بزاف. عندنا لي كونترول تاعنا بيريوديك يجيونا تاع نهار بنهار نهار بنهارين، كونتروليهم التنفس تاعهم، كونتروليهم قدا الحاجة. كاين حالات جدد كبيرة 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 بزاف بزاف، بلي المستشفى ما يقدرش يستوعب الكميات اكل، مالغري ليش تاو نبعثوا للمستشفى ويكونوا البورسونتاج تاعهم طالع في التشخيص في السكانير في الاخر، المستشفى ما قدرش يستقبلهم لانه ساتوري معمر قد قد المستشفى. دونك درنا المبادره نحلوا بيوم العيد، ما عطيناهم رقم الهاتف، عطيناهم الباجه تاع الفيسبوك باه يتصلوا بينا، نهزوا عليهم في التليفون في كل وقت نستقبلوهم. درنا لهم ممرض خاص ينتقلهم للمنزل ثاني باه يروح يدير لهم كشما سيروم، كشما يقيس لهم تنفس. عندنا دوز ابار ثاني تاع اكسجين لا غالب، هذا واش عندنا ساعات ساعات نحبوا ساعات تسلفوها لي مالاد منا ومنا باه نعاونوهم. ضروري 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 انه نورمالمون جميع الطب يحلوا. فيما لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من قبل المرضى وسكان المنطقة. خلى المخلوق هذا العيد تاعهم إذا رجعوا متطوعين من المسلمين. آمين ربي يطول في عمرهم. فضل يعني مطالب الشعب المصالح نتاعهم على المطالب نتاعه هو. فضلهم بارك الله فيهم وربي يجازيه إن شاء الله وربي يزيد وربي يوفقه إن شاء الله. وراه بذل مجهود كبير 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 كبير، ومن المفروض يعني هذا الوقت اللي رانا فيه هو اللي يبان شكون طبيب ويبان شكون خطر الجهاد جهاد. حسام خربيش ذلك الطبيب صاحب القلب المليء بالمحبة والود كان خير سفير للإنسانية في ظل هذه الظروف الصحية.